مشاهدو الحياة الآن، أهلا بكم في جولة إخبارية جديدة نستهلها بأهم العناوين. الحكومة تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بمشروع المليون وحدة للشباب خلال أيام، وبدء إنشاء 9 مدن صناعية في محور قناة السويس. السيسي يشهد احتفالات نصر أكتوبر بالدفاع الجوي، والقوات المسلحة تواصل اليوم الاحتفال في الميادين العامة بالقاهرة والمحافظات. مجلس إدارة الأهلي يقرر تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرا فنيا، وسيد عبد الحفيظ مديرا للكرة بالنادي.